سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا المتجدد بأنوار المعرفة الدينية التي تطمح النفوس لها حتى تتفتح عقولها وقلوبها على بلوغ المعرفة الدينية، من أهل الفضل ونبذة من حلقات العلم للشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي نتوجه إليه بالشكر على ما يتفضل به من قول بليغ في لقائنا المتكرر من أجل راحة العقول. البغي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ما هي عقوبة البغي هنا؟ البغي هو محاولة أخذ من الغير لغير حقك، يعني عايز تاخد منه أي حاجة مش حقك يبقى اسمه بغي. يبقى البغي معناها إيه؟ أخذ غير الحق من الغير. نعم. في ذاته أو في ماله أو في عرضه، ده هو البغي. الآية هنا فيها مخالفة الضمائر، طائفتان دي تسمية طائفة، يبقى كان طائفة مفرد مسناها طائفتان، لكنه حينما جاء جابها بطريق الجمع، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما قالش اقتتلتا، لأنه بيتكلم عن اثنين طائفتين، يبقى اقتتلتا يجيب تسمية مثنى، فقال اقتتلوا، لأن الطائفة مكونة من أفراد، في مفرد وهي مفرد إنما مكون من أفراد. طب ما هي كلمة قوم مفرد إنما مكونة من إيه؟ من أفراد، وطائفة برضو مفرد لكنها مكونة من إيه؟ من جمع. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كون الطائفتان تقتتل لما يدخلوا في قتال بقى كل فرد أمام فرد، مش الطائفة دي واقفة بجهة كده وتعمل في التانية كده، لا، ساحة الأفراد في بعضها، يبقى الفردية ظهرت ساعة الاقتتال، إنما هم طائفتين كل طائفة متميزة، لما اجتمعوا في القتال اتلخبطوا، دي قبل ده وده قبل ده، ما مش مميزين ان دي طائفة بس كسيف كده وعملوا، لا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، لا اقتتلوا للأفردية هنا، وفي فكرة القتال مش الأفراد هي اللي بتقرر، الطائفة كلها بتقرر، فساعة التقرير كانوا اثنين، طائفة دي والطائفة دي، لكن ساعة القتال بقوا أفراد، فراعى في التوقيت الأول طائفتين، وراعى في العملية الثانية القتال الجمع اقتتلوا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، ما دام قال اقتتلوا قال أصلحوا بينهم بقى، ما هو جاب جمع، قال لك لا فأصلحوا بينهم، رجع لمين؟ للطائفتين، للتسلية، قال لك لأن لما جاء صالح ما بمسكش فرد من هنا وأصلحوا على فرد من هناك، أنا بمسك أصول الطائفة وأصطلح وأعمل، فرجعوا اثنين زي الأول، يبقى طائفتان قد الأول اللي قرروا البغي خلاص اقتتلوا، لكن لما اقتتلوا الفردية ظهرت، كل فرد عمل أبى الفرد، لما جينا إيه؟ لصالح، لازم إيه؟ مش بصالح أفراد بقى، أنا بصالح الجماعة اللي قالت يلا إيه يلا اقتتلوا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أدري على الفضل، فإن بغت بعد الصلح واحدة منهم ما استنامتش لقضية الصلح
وبعد ذلك ظلت في ايه شراسة بغيها، فان بغت احداهما على الاخرى ما تبقاش تسيبوهم طائفتين بقى، لازم انت تدخلوا عنصر جديد مع الايه مع المغلوب وتبقى. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي انتوا بقيتوا الطائفة تاني. فان بغت احداهما اي اخذت حقا غيرها في ذات او في مال او في عرض، فقاتلوا انتم التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. وده ليه؟ عشان يعمل تعادل في ميزان السلام في المجتمع، لان النفس البشريه لها اغيار. ما قالش ان المسلم ما يفكرش في شر، يصح يفكر في شر، لانه ما دام مثلا جرم الزنا وفرض له عقوبه، جرم السرقه فرض له عقوبه، جرم القذف، يبقى المسلم عرضة في أن تغيب عنه مناهج الوحي بغفلة ويعمل أعمال مثلا. فوضع قانونا مش للسلام بس، وضع قانونا أيضا بسلامة الإنسان حالة تعديه على أخذ حق الغير. الطائفتين ويا بعض نصلحهم، اصطلحهم أهلا وتصلحوش، أنتم بقى أيها المؤمنين كونوا الطائفة التي تقاتل الإيه. فإذا علم الكل إن يصطلحهم يا الضعيف ينصره المجتمع كله، يبقى ما فيش واحد يعتدي على التاني، والسلام يفضل قائم. الدية. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. قول الإيمان يمنع إن إيه؟ ان واحد مؤمن يقتل واحد. ما ينبغي للمؤمن ان يقتلوا، لانه من ايمان واحد وباله واحد وبرسول واحد وبمنهج واحد، يبقى مش ممكن ان في مؤمن يقتل اخوه الا ان يقول القتل خطا غير مقصود مش عمد يعني. يبقى ما كاد لمؤمنا ان يقتل اخاه عمدا، وانما يصح ان يقتله خطا. فلما يقتل عمد فيه قصاص، ولما يقتل خطا ما يبقاش فيه قصاص، لانه ما يقصدش انا بضرب عصفوره وبعدين تبان ان واحد كان على فرع الشجره ولا بتاعه ده واصابته، انا خطا ما قصدتوش، يعمل ايه بقى؟ فتحرير رقبه مؤمنة. ان كان عندك عبيد حرر رقبه، لانك قتلت واحدا فحرر واحدا، قتلت واحدا فحرر واحدا. وبعدين طب الثاني لما تقول ايه اللي استفاده؟ قال لك دية إلى أهله تعويض. ما معنى كلمة الدية هنا؟ كلمة الدية. الدية هي الجعل الذي يجعل لقضاء حق الدم في غير عمد. ومن يحمل الدية؟ الدية الأصل في الدية أن تكون من العاقلة. ليه؟ مش من الجاني. قال لك لأن العاقلة العيلة يعني لما تعرف إن واحد فرد منها هيعمل جريمة وهي تغرم، تقوم تحرص على أن لا يجرم أحد، اللي يبتدي يشيد في الجرايم يضربوه على دماغه، لأنك أنت حاجب منها داهية. يبقى هذا السبب في أن الإيه العاقلة هي اللي تدفع الإيه تدفع الدية. هل هناك مقدار للدية؟ أيوه. التشريع الإسلامي حينما جاء واجه قضايا لها حلول في الجاهلية،
فما كان منها موافق للطبع أقره وما كان منها مخالف أزاله. فالدية هذه كانت عند العرب متناقل مع فالإسلام أيه؟ الإسلام أقرها. ودية خدوها من أيه؟ من حكاية إيه؟ في مسألة لما سيدنا عبد المطلب كان رأى أن يحفر زمزما. حفر زمزم ده البير اللي الناس هتشرب منه شرف كبير يقول لك حفر بير زمزم. فالعرب ما مكنتوش قالوا له أنت تستفيد بهذا الشرف فحشوه. فقال لو أن لي عزوة حواليا كده وحشوني ما كانوش قدروا عليا. فنذر إن وهبه الله 10 يحتطوا به كده ويمنعوا الناس دول أن يقدم واحدا منهم قربانا لله. فلما بقوا 10 كان العاشر عبد الله. فقرر انه ايه؟ انه يقدمه قربانا لله ويذبحه. فاهله اخواله وعمامه وقفوا له. قال له مش ممكن انظروا عيالك بس. فقالوا له ولكن احنا نعمل قرعه بينه وبين جمل. فإن جاءت القرعة على الجمل يبقى نذبح جمل بداله. إن جت على جملين نذبح جملين. قعدوا يجيبوا جمل تيجي عليه اتنين تيجي عليه لحد ما بقوا 100. فجاءت على 100 فصارت دية الواحد 100 ايه 100 جمل. هل تظل الى وقتنا هذا 100 جمل؟ طبعا. سيداتي وسادتي، في نهاية رحلتنا الإيمانية نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي على ما تفضل به علينا من علمه الواسع. نسأل الله أن نلتقي دائما على خير وبركة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.